تختلط هنا زينة أعياد الميلاد بالإعلام وقمصان اللاعبين. فهذه زغرب عاصمة كرواتيا، حيث يمني الجميع الأنفس بإقصاء الأرجنتين عشية نصف نهائي المونديال في قطر. الأبيض والأحمر ألوان المنتخب هي ذاتها ألوان زينة رأس السنة، تنتشر في كل مكان في المدينة الأوروبية الشرقية، وهي تشيب كما في كل عام مع بداية تساقط الثلوج. في النهائي سنلعب ضد فرنسا، أتوقع فوز كرواتيا، وسنتابع ذلك في المقاهي. بالنسبة لمباراة اليوم، أتوقع أن تكون النتيجة التعادل بهدف لمثله بعد 90 دقيقة، وستكون هناك ركلات الترجيح. كرواتيا ستفوز بالطبع بأربع ركلات مقابل 2. النهائي سيكون كرواتيا ضد المغرب. بعيدا تماما عند أقصى جنوب الأرض، رقم واحد بين السمائي والأزرق تجده في أرجاء بوينس آريس، كأنه شمس مايو وسط علم الأرجنتين. فميسي ومن قبله مارادونا صنع تاريخا كبيرا مع الرقم 10. هنا يرى الجميع أن فرصة الحصول على الكأس الثالثة في تاريخ البلاد قد حانت، فالأرجنتين التي لم تحصل على الكأس منذ مونديال المكسيك عام 86 يدرك جمهورها أن آخر مونديال للبرغوث بين راقصي التانجو قد يكون آخر فرصة وشيكة لنيل اللقب. خسرت البرازيل، لذا أريد دعم أمريكا الجنوبية. من هو من أمريكا الجنوبية؟ الأرجنتين. لذلك أنا أؤيد ميسي اليوم، سيفوز بالكأس ويصل بها إلى أمريكا الجنوبية. وفي الدوحة يختلف المشهد، فاللقاء بين الطرفين في نصف النهائي سيحقق أحلاما وينهي أخرى في واحدة من أكثر المباريات صعوبة وأبعدها عن إمكانية توقع الفائز.